واحد من أكثر الأسئلة المتكررة عندي، هل برنامج الفيلي جريت مرخص؟ هل برنامج الفيلي جريت آمن قانوني؟ اللي حاب أحكي لكم إياه إنه برنامج الفيلي جريت مرخص في أكثر من 60 دولة في العالم، يعني عرض على هيئات الغذاء والدواء وعلى وزارات الصحة في هذه الدول اللي هم الناس المسؤولين عن البحث وترخيص هذه المنتجات، وحصل على الإجازة الصحية زي دبي. تعرفوا كمية البحث العلمي الآن يبذل في هذه الدول، الأردن، مصر، الجزائر، المغرب، تركيا، نطلع على الغرب شوي، كل دول الاتحاد الأوروبي مرخص في هذا المنتج. نروح أكثر شوي كندا أمريكا، أو ننزل شوي تحت أستراليا، ولا نروح على اليابان وكوريا، هيئات الغذاء والدواء رخصت هذا المنتج فيها وحصل على التراخيص الموافقة، ويمكننا حتى نبيع هذا المنتج في الصيدليات، لكن سياستنا هي سياسة البيع المباشر. فالمنتج مرخص وحاصل على كل الأوراق القانونية، وأي واحد فيكم بيقدر يدخل يتأكد من دولته بأبسط طريقة عبر الويب سايت الخاص للغذاء والدواء في البلد اللي أنت موجود فيها. السؤال الثاني، في أبحاث علمية ضخمة جدا من البي دي آر الفيزيشن ديسكريفرنس، وأيضا عندنا مركز بحث علمي خاص فينا اسمه يونيسيتي ساينس، تقدر تدخل عليه وتشوف كمية البحث العلمي اللي تتحدث عن هاي المنتجات. بحترم الناس اللي بيحترموا العلم وبيبحثوا عن العلم، لكن بحترم أكثر الناس لما يلاقوا هذا العلم بيساهموا بنشره وبيخبروا الناس إنه هذا شيء آمن، وبيطمنوا الناس عشان يستخدموه وهم مرتاحين.